بفارق هو الضعف عن باقي المحافظات، وصل سعر اللتر الواحد من مادة البنزين 1000 ريال في أبين، وسط أزمة مشتقات نفطية خانقة تعيشها المحافظة. وأدى غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية إلى ظهور الكثير من الأسواق السوداء، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الوضع بشكل عام. المشتقات النفطية أزمة مفتعلة تعتبر من أصحاب المحطات ومن التجار، يعني صاحب محطة تقيل البترول وصب له جماعة سياكل وسكر خلص، يعني بيعاب الليل آخر الليل سوق السوداء، والنفط موجود البترول موجود، اللهم تجار الحرب وتجار الأزمات هم اللي يستفيدوا من الكلام هذا. أزمة المشتقات النفطية ليست الأولى، لكنها ربما تكون الأكثر تعقيدا في محافظة أبين، خصوصا وإن البلد يعيش سلسلة من الأزمات جعلت الحياة اليومية تبدو أكثر معاناة، إذ إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدامها في أغلب الأحيان تسبب في زيادة كبيرة لأجور النقل والمواصلات. تسعيرة المواصلات تصبح في يوم تكون 250، ثاني يوم 350، لأن ارتفاع المشتقات النفطية داخل في الأسواق السوداء ما فيش أي رقيب أو حسيب يحاسبهم، لا سلطة محلية ولا أي جهة مختصة ولا شركة النفط كمان حتى ما تتابع هذا الموضوع، ونرجو منهم لفت النظر في هذا الموضوع، لأن المواطن كل العبء على المواطن يرجع. وأمام هذه الأزمة التي تمثل أحد مظاهر انهيار الوضع الاقتصادي، يحمل المواطنون بشكل صريح هذه المرة دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية خذلان الشعب اليمني باعتبارهما السبب المباشر في تهاوي الاقتصاد الوطني والوصول بالبلاد إلى أعتاب مجاعة وشيكة يتجرعها اليمنيون. أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها المحافظة تأتي مع انهيار الوضع الاقتصادي لتضاعف من معاناة المواطنين وسط سلسلة الأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.